بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هندسة أمل من قناة جرافيك زينة. النهاردة إن شاء الله هشرح إزاي إن إحنا نعمل صورة متحركة في برنامج الباوربوينت. هنيجي نشيل ده برنامج، أنا مش عايزة الكلام ده خالص، أهو بشيله وباجي أقول له انزرت وأجيب الصورة اللي أنا عايزة أعمل فيها الحركة من على جهاز الكمبيوتر. أنا منزلة أكتر من صورة وبتختاروا صورة بتكون الريزوليوشن بتاعها عالي، يعني بتعملوا سيرش على صوره بريزوليوشن عاليه. طيب واجي اقول له انا عايزه الصوره دي واقول له انزرت. كويس، ادي الصوره عندي. باجي اقول له كروب من هنا، في هنا فورمات اهي كروب، واجي اقول له 16.9 اعملها، واجي اصغر الصوره بتاعتي بالشكل ده كده اهو، اهي الصوره. وبعدين اجي عند align هنا اقول له align top وبعدين align right left. كويس، طبعا انا كده خلصت كروب، بدوس كده خلاص وبعدين اكبر الصوره بتاعتي. ادي الصوره بتاعتي بالشكل ده كده اهو، وسطنها هنا كده. واجي على السلايد بتاعي ده اقول له duplicate سلايد اهي، وانا دايسه على الصوره الثانيه هاجي اقول له انزرت، وهنا اقول له شيبس واختار سكريبل اهي، واعمل زي ما احنا شايفين بحدد حوالين الشلال اللي عندي ده اللي انا ده هعمل له الحركه. عمل لي الصورة زي ما احنا شايفين كده، وبعدين اقول له شيب فيل اهي، وعملها اي لون من الالوان دي، مثلا اللون ده كده. كويس، وبعدين ادوس بعيد كده وبعدين اقف عليه. طبعا عاملة سيلكت على الصورة كاملة، هاجي ادوس على شيفت واعمل سيلكت على الاتنين. يبقى انا بشيفت دوست على الاتنين، واجي عندي هنا في اتنين فورمات. الفورمات التانية دي اللي هي بتاعت الشكل اللي انا عاملاه ده، هدوس عليها بالشكل ده كده، واجي على ميرج شيبس من هنا واجي اقول له انترسكت. ادي الصورة عندي. طيب انا عندي الحواف هنا مش مظبوطة لان انا واخداها عشوائي بشكل عشوائي، هعمل ايه؟ برضه هدوس على فورمات وبعدين اروح على بيكتشر effects وعندي soft edge، وهاجي اختار اللي هي 50 point عشان يبقى شكله طبيعي بالشكل ده، وبعدين بيمين الماوس اقول له cut. كويس، وهاجي هنا عند السلايد الاولاني بدوس كده وبدوس بيمين الماوس اقول له paste كده، انا ضفته عندي هنا بقى موجود معمول عليه select بالشكل ده. طيب انا مش عايزة سلايد 2، هدوس على سلايد 2 واقول له ديليت من الكيبورد. يبقى انا عندي هنا اهو اللي انا ضفته موجود هنا. هروح على انيميشنز وانا دايس عليه بالشكل ده كده، واختار هنا بفتح السهم بتاعي كده اهو، وهاجي اختار جرو شرينك اللي هي موجودة عندي هنا دي اهي، شايفين ادي ابتدت فيه حركة موجودة. وهاجي اعمل start on click، لا انا مش عايزاه start، انا عايزاه with previous. هنيجي بعد كده انا عندي اهو عندي الحركة اللي انا عملتها، اخليها effect option، هخليها vertical. كويس، وهاجي اعمل حركة تانية add animation، واختار هنا لاينز وبرضو هعملها with previous، وهدوس على animation pan هنا اهي، ظهرت لي هنا الحركة اللي موجودة دي الاولانية اهي، وهاجي عند اللاين اللي هنا ده وهاجي ادوس كده واقول له effect option واخلي
ده كده ارجعه زيرو كله والتايمينج ويز بريفيوس زي ما احنا عاملين، وهقول له اوكي. احنا شايفين الحركه عامله ازاي اهي، ادي الحركه بتاعت الشلال اتعملت لي بالشكل ده. وهاجي اظبط حركه الشلال، هاجي عند الحركه الاولانيه هنا واجي افتح السهم ده واقول له effect options، زي ما انا قلت بنتاكد ان دي اصفار. وهاجي عند التايمنج هنا ممكن ان انا اخليه slow second 3 seconds slow بالشكل ده كده، وريبيت اعمله 3 ان هو يتحرك او يتعاد 3 مرات ريبيت الحركه نفسها، او until next click لو انا هعمل كليك. انا هنا اقول له 3 مثلا واجي اقول له اوكي. نفس الكلام هروح على الحركه الثانيه واجي اقول له effect، واجي من هنا timing، ونفس الكلام من هنا هقول له 3 slow second، وبعدين من هنا هقول له 3 واجي اقول له اوكي. احنا شايفين الاثنين زي بعض بالشكل ده كده. وهاجي عند الحركه الاولانيه هنا وادوس بالسهم كده واقول له timing، وعشان اظبطها هاجي هنا من effect هقول له larger بالشكل ده كده، وبعدين اقول له اوكي. هنيجي بقى نعمل عرض، ادي الحركة عندي بالشكل ده اهي. طبعا هو بيكررها مرتين كمان، ده اللي بيخلي فيه حركة في النص اهي زي ما احنا شايفين. لو جينا عملناها تاني هنا عشان تبان لنا، ادي الحركة زي ما احنا شايفين كده. طبعا ممكن انا اغير الحركة دي اهي، اخليها ارجعها تاني التايم بتاعنا اهو نان، اقول له اوكي. ونفس الكلام هنا اخليها نان بالشكل ده، واجي اعمل عرض، ادي الحركة عندي. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. زوروني في الدروس القادمه، استودعكم الله عز وجل.